إذن نبدأ هذه الحلقة إماراتياً، حيث كشف فريق إماراتي سري أو كشف لتنظيم اختراقات لخصوصيات شخصيات وهيئات ودول، حيث كشف تحقيق موسع لوكالة رويترز عن تورط الإمارات العربية المتحدة بتجنيد عملاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية لأغراض التجسس على أعدائها وقرصنة هواتفهم وحواسبهم. جاء ذلك في تحقيق نشرته الوكالة وحمل عنوان المرتزقة الأمريكان داخل فريق الإمارات السري للاختراق. وبحسب الوكالة فإن المشروع الإماراتي السري أطلق عليه اسم رافين أو الغراب الأسود، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلا من المخابرات الأمريكية من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى والمسلحين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مثنى العبدالله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن. أهلا بك دكتور مثنى معنا. يعني بداية، ما الغاية من أن ينشر مثل هذا التحقيق حقيقة، ولأي مدى هناك مصداقية كافية فيما استند عليه من حقائق؟ في الحقيقة لو عدنا قليلا للوراء، في شهر ديسمبر الماضي كانت الواشنطن بوست قد ألمحت في تقرير شبه مفصل على وجود تعاون إماراتي مع شركة SNO جروب الإسرائيلية، وهذه الشركة الإسرائيلية لديها فيروس لاختراق الهواتف الذكية وتتبع الحركة للأشخاص الذين يحملون هذه الهواتف واختراق رسائلهم وبالتالي تحديد مواقعهم. في الحقيقة كان هذا المشروع بدأ في عام 2013 وليس حديثاً، بالتعاون مع هذه الشركة الإسرائيلية، ثم طلبت كما تشير الصحيفة، طلبت الإمارات العربية المتحدة مراقبة بعض المسؤولين القطريين وأمير سعودي ورئيس الوزراء اللبناني، هذا في تقرير منشور. ثم جاء التقرير الحديث الحالي. في الحقيقة سياسيا نستطيع أن نقول بأنه الإمارات العربية المتحدة عندما حققت القفزة الاقتصادية اليوم انطلقت إلى مرحلة جديدة في نشاطها كدولة. هي تؤمن بمقولة أحد الكتاب البريطانيين الذي يقول يجب أن تحمي الدولة نفسها بالخروج خارج حدودها في عمليات استخباراتية وعسكرية، وهذا ما حصل في الحقيقة. ما الغاية أن تخرج لهذا الدور؟ الغاية في الحقيقة أنه الإمارات العربية المتحدة كحالها حال بقية دول الخليج العربي عملت لفترة طويلة في ظل قوى دولية، في ظل أمريكا، في ظل بريطانيا. اليوم الإمارات العربية أصبح لديها من الإمكانيات ومن الطموح السياسي والعسكري بالخروج من غطاء الدول الكبرى، وبالتالي تريد أن تنافس الدول الأقليمية في المنطقة. يجب أن نشير إلى أنه هنالك تنافس إقليمي واسع بينها وبين تركيا، لكنها في الحقيقة لو نظرتي لا يوجد هنالك تنافس ما بينها ومن بين إيران، على الرغم من أنه إيران هي تحتل جزر ثلاث من الإمارات. استخباراتيا تقصد بينها وبين تركيا؟ استخباراتيا وحتى جيوسياسيا لو نظرتي إلى التحركات للسيطرة على الموانئ في القرن الأفريقي وفي وسط أفريقيا وفي على البحر الأحمر، تجدين فعلا أنه تواجد الإماراتي بدأ ينشط ويحاول ضرب المصالح التركية في هذه المناطق. إذن هنالك تنافس شديد ما بين هذه الدولتين، وحتى أصبح للإمارات العربية المتحدة طموح أكثر من طموح السعودية اللي هي تعتبر لها حليف رئيسي. اعذرني على المقاطعة، أشرك معي السيد حمد الشمسي الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي من اسطنبول. أهلا بك سيد حمد معنا. يعني برأيك بداية، ما هو غاية الإمارات من التجسس وتجنيد عملاء سابقين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية كما نقل عن تحقيق لوكالة رويترز؟ تحية لك يا أختي وتحية لمشاهدي قناة الحوار. أنا اطلع صراحة على هذا التقرير
التقرير هو بحد ذاته يتحدث عن ممارسة التجسس يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي على بعض الدول الإقليمية وبعض نشطاء حقوق الإنسان. الممارسة هذه في بداية يجب أن أشير أن هي يعني ليست مستنكرة، لأن معروف أن الدول تتجسس على بعض، خاصة عندما تكون هذه الدول أعداء. المخيف في هذا الموضوع والخطير في هذا الموضوع هو على من تتجسس. يعني الآن جهاز الأمن الإماراتي بهذه الممارسة يتجسس على دول شقيقة، يعني يتجسس على وزير الخارجية العماني والمفترض أن سلطنة عمان دولة شقيقة، يتجسس على رئيس أو نائب رئيس الوزراء التركي، وتركيا وإن اختلفنا معها في بعض الملفات لكن تبقى في نهاية المطاف تعتبر دولة شقيقة. فهو عندما تتجسس على هذه الدول، تتجسس على دول شقيقة، هي تكثر من الأعداء في المنطقة، أعداء دولة الإمارات. يعني برأيك وهذا يؤثر على الأمن القومي الإماراتي في هذا المطاف. نعم، يعني سيد طبعاً. حمد، يعني لماذا الإمارات اتخذت هذا التوجه، دعنا نقول، أو هذا المنحى نحو التجسس وتوظيف كما ذكرنا خبراء سابقين في المخابرات الأمريكية للاتجاه نحو هذا النحو؟ هو يجب ايضا الاشاره ان هذا هو ليس الاصل في السياسه الخارجيه الاماراتيه. يعني السياسه الخارجيه الاماراتيه قبل سنه 2010 ما كانت بهذه العدائيه وما كانت تستخدم هذه الممارسات في التجسس على الدول الشقيقه وعلى الناس اللي حوالينا، لكن بعد سنه 2010 صار متغير. هذا المتغير يحتاج دراسه ويحتاج تمعن اكثر. يعني ما الدور الذي تبحث عنه؟ دوله الامارات او جهاز الامن، هو جهاز الأمن الإماراتي في تقرير أيضا أشاروا أنه هو يبحث عن أمنه القومي. هو بهذه الممارسة يعتقد أنه سيحقق الأمن القومي للإمارات، ولكن هو في حقيقة المطاف وفي الحقيقة هو لا يحقق الأمن القومي، بالعكس هو الآن يضر بالأمن القومي لأنه يزيد من عدد الأعداء وينقل الدول المفترض أن تكون مصنفة كدول صديقة إلى دول عدوة، وهذا يؤثر على الأمن القومي الإماراتي. هو يعني يتعذر أو يبرر هذه الممارسات على أساس أن الأمن القومي الإماراتي في خطر، فنحتاج أن نحافظ على هذا الأمن القومي بمثل هذه الممارسات الوقائية، يعني الوقائية. نعم دكتور مثنى، يعني هل حقيقة الإمارات بحاجة لاتخاذ هذا الدور بالتجسس خدمة للأمن القومي الإماراتي؟ أنا أعتقد أنه موضوع الخدمة للأمن القومي الإماراتي لا يستحق هذه التحركات الغير مشروعة في الحقيقة على الساحة الدولية. ما طرأ على الحكم في الإمارات أنه موضوعة الثورات الربيع العربي في الحقيقة كان هذا المنطلق في موضوعة التجسس، وكلنا نعرف كيف دخلت على الهاتف الناشط الإماراتي أحمد منصور، وكانت هنالك موضوع طويل عريض في هذا الجانب. هي تعتقد بأنه الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي هي تهدد العروش للأنظمة العربية وخصوصاً لدول الخليج العربي، وبالتالي اتخذت هذا منطلقاً وتلاقت هذه الأهداف مع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في موضوعة المجاهدين والجهاد الإسلامي في هذه المنطقة، ثم أخذت مداياتها الواسعة بالتعاون الاستخباراتي مع CIA، ثم حاولت التقرب إلى الدول، إلى خصوصاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في موضوعة مد خيوط اتصال مع CIA، ثم استخدام العملاء السريين CIA في موضوع خدماته. وبالتالي كما تعرفين الإمارات العربية المتحدة لديها قوة مالية وفائض مالي قادرة على توظيف هذه كل هذه لو نظرنا إلى اليمن، حتى أنها اشترت بعض المرتزقة من أمريكا اللاتينية وغيرها بأموالها لكي تدخل في موضوع نشاطاتها العسكرية. هنالك صراع في الحقيقة، وتريد صراع أجندات في المنطقة العربية ما بينها وما بين المملكة العربية السعودية وما بين تركيا، وهي تعتقد بأنها هي قادرة على الخروج من إطار السعودية وبالتالي منافسة الدور التركي. نعم. في المنطقة. سيد حمد، يعني إلى أي مدى هذا يلقي الضوء أيضا على الدور الذي تلعبه الدوائر الأمريكية السابقة طبعا فيما يخص CIA في عمليات القرصنة الأجنبية ونقل هذه القرصنة لبعض الدول العربية ومنها الإمارات؟
هو مثل ما تفضل ضيفكم الكريم ان تقاطعت المصالح الاماراتيه مع المصالح الامريكيه في محاربه المجاهدين في بعض الدول مثلا في سوريا وفي اليمن القاعده وكذا، لكن الامارات ايضا تمادت خطوه اخرى واعتبرت ايضا المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء في حقوق الانسان هم عباره عن اهداف مشروعه بالنسبه لها. هنا عندما تقاطعت المصالح نوعا ما كان هذا امر برر بالنسبه لأربقة الحكم في النظام الامريكي، لكن عندما تمادوا الى موضوع النشطاء في حقوق الانسان انا اعتقد ان هنا سيكون نوعا من التعارض، خاصه التقرير ذكر ان بعض الناس المستهدفين كانوا هم عباره عن يحملون الجنسيه الامريكيه، وهذا لا اعتقد ان يعني يروق للاداره الامريكيه. نعم، يعني دكتور مثنى، هل برايك هذا يشكل ايضا فضيحه حقيقه بالنسبه للسي اي اي؟ يعني استخدام عملاء سابقين لها للعمل لدى حكومة أخرى، يعني يفترض أن يتمتعوا بسرية كبيرة جدا، لديهم معلومات أو مخزون من المعلومات كبير جدا، ما انعكاس ذلك على هذه المؤسسة؟ في الحقيقة سيدة الكريمة اليوم في عالم اليوم أصبح موضوعة العناصر الخارجة من المخابرات الأخرى قادرة، يعني اليوم أصبح سوق استخباراتي في الحقيقة. من يملك المال، ودول الخليج العربية تملك المال، من يملك المال هو قادر على استخدام هذه العناصر التي لفظتها المخابرات العالمية الأخرى، وبالتالي استخدامها في أجنداتها. ما مهم في الحقيقة في هذا الموضوع هو نرى أنه كيف يتم استخدام وسائل لا شرعية في منظومة الأمن القومي العربي في الحقيقة. يعني عندما تتجسس الإمارات على 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 المسؤولين القطريين أو على مسؤولين أو على أمير سعودي أو على مسؤولين أتراك، في الحقيقة هذه وسائل لا تستخدمها الدول في 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 الظروف الصحية، لكنه اليوم المنطقة العربية تعيش في ظرف غير صحي، وبالتالي أصبح استخدام المال هو الوسيلة الوحيدة. يعني عندما ننظر إلى دول الخليج العربية كما قال ترامب لا يملكون إلا المال، وبالتالي أصبح استخدام المال في طرق يعني غير تكتنفها الشرعية الكاملة. صحيح أنه العمل الاستخباراتي على الساحة الدولية معروف ومنشور، والسي آي عملت على اختراق هاتف مستشار الألمانية والرئيس ماكرون وغيرها، لكنه الإمارات العربية المتحدة في الحقيقة تستخدم هذه التقنية لمحاربة فكر محدد، يعني تستخدمها لضرب عقيدة محددة وهي الأحزاب الإسلامية وحركات الإسلامية في المنطقة وحتى التوجهات الإسلامية. يعني ما هي اعتراضات الإمارات العربية المتحدة على النشاط التركي في المنطقة؟ هي تعتقد بأن النشاط التركي يدعم الحركات الإسلام السياسي في المنطقة، والإسلام السياسي هو مهدد، وبالتالي هي نظرت إلى المملكة العربية السعودية على أنها هي غير قادرة على الولوج في هذا المجال. ثم أنه عندما تستخدم عملاء سريين للسي آي آي فهي تضع قدم في المنظومة الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو في الحقيقة تقارب سياسي ما بين الجانبين. نعم، يعني برأيك سيد حمد إلى أي مدى يعني هذا التقرير يكشف تماما الفرق أو التناقض بين الصورة التي أرادتها دولة الإمارات لرسم دولة الإمارات وبين الحقائق هذه التي تتكشف على الأرض؟ هذا التقرير يكشف أن جهاز الأمن الإماراتي للأسف الفترة الأخيرة أصبح هو مهدد للأمن الوطني القومي. أنت عندما تتجسس على أشخاص في دول أخرى حتى لو كنت تعتبرهم ناس مهددين لأمنك الوطني، هذا ليس من صلاحياتك. عندما تتجسس مثلا على إماراتي في بريطانيا على سبيل المثال، هذه أنت تنتهك السيادة البريطانية. أعرف كيف أنت تتجسس على ناس في دولة خارج دولة، فأنت تنتهك السيادة البريطانية بمثل هذا الفعل. إذا كنت تعتبر أن هذا الشخص مهدد للأمن الوطني الإماراتي مثلا، بإمكانك أن تتعاون مع المخابرات البريطانية مع الدولة البريطانية وهي تقوم بالفعل المطلوب بطريقة قانونية، لا أن تقوم أنت بالتجسس على آخرين بطريقة قانونية. الأفعال الممارسات هذه كلها تجعل الأمن الوطني الإماراتي، وأنا أؤكد على هذه النقطة، في خطر شديد بمثل هذه الممارسات. شكرا جزيلا لك سيد حمد أو حمد الشماسي الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي من اسطنبول على هذه المشاركة. أعود لك دكتور مثنى، قانونيا هل يمكن أن يكون هناك أي ملاحقات قانونية أو تداعيات قانونية لمثل هذا التحقيق؟
يعني في حالة أنه في حالة استخدام الإمارات العربية المتحدة لهذه العناصر بدون موافقات الجهات، يعني سيدتي الكريمة الوكالات المخابرات العالمية عندما تستغني عن عدد من عناصرها يفترض الرجوع إلى بقنوات رسمية محددة إلى هذه الدول التي هذه الوكالات التي تتبع لهذه الدول، وبالتالي إعطاء الموافقات الأصولية على هذا الموضوع. ثم يجب تحديد ما هي بنك الأهداف والاهتمامات التي تهتم بها هذه الدولة لمعرفتها. لكنه في الحقيقة كما قال الضيف أنه هنالك عمل مشروع استخباراتي عندما يكون هناك تعاون ما بين المخابرات، يعني بإمكان المخابرات الإماراتية أن تتعاون مع المخابرات الأمريكية والمخابرات الأخرى، وبالتالي تحقق أهدافها واهتماماتها التي هي ضمن أجندتها. ستبقى معنا دكتور مثنى لنناقش الشأن العراقي حيث